ضيف برنامج لولا الماضي ليوم الأربعاء 3 تموز المخرج الليبي المخضرم الدكتور صبري أبو شعالة. الدكتور صبري أبو شعالة رح يحكي بالحلقة عن تاريخه الفني، عن بداياته وأهم الأعمال يلي شارك فيها، إضافة رح يعطي رأيه بوضع الفن بليبيا وبالوطن العربي ككل. برنامج لولا الماضي من إعداد وتقديم الإعلام اللبناني صقر البعيني. بلشت حلقة جديدة من برنامج لولا الماضي من إعداد وتقديم الإعلامي صقر البعيني. صباح الخير أعزائي المستمعين بلوس أنجلوس، ومساء الخير أعزائي المتابعين بلبنان وليبيا وكافة أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لولا الماضي عبر أثير راديو ستار ذات النجوم اللبنانية لوس كاليفورنيا. اليوم نحن ب 3 تموز 3 جولاي 2024 برفقيكم صقر البعيني على الاعداد والتقديم وعمر حيدر على هندسه الصوت والاخراج. واو أعزائي المتابعين، برنامج لولا الماضي مثل ما صرتوا بتعرفوا واللي بيسمعنا لأول مرة رح نعرفوا عنه، برنامج ثقافي فني اجتماعي بيستقبل بكل حلقة ضيوف مميزين بكافة الاختصاصات الفنية الثقافية والاجتماعية. نستقبل الضيف ونسأله عن حياته الفنية والثقافية والاجتماعية، وحضرتكم كمان فيكم تشاركوا معنا عبر الفيسبوك لايف مباشرة، بتطرحوا الأسئلة اللي بتحبوها، بتحيوا الضيف وشو ما بدكم فيكم تحكوا معنا. فيكن تابعوا حلقة لولا الماضي عبر أثير راديو ستارز مباشرة عبر الراديو عبر موقع الإذاعة www.radiostars.com، وستارز دايما بحرف زي، بتختاروا من القائمة Listen Live Now. كمان بتقدروا تتابعونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام وراديو ستارز، وستارز أكيد بحرف زي. اليوم ضيفنا مميز جدا بثقافته الفنية، بأنه مقدرم بمجال الفني يعني بيشتغل فيه. ضيفنا من بلد عزيز علينا هو الجمهورية العربية الليبية، تحديدا من مصراتة. تحية لكل جمهور اللي عم يسمعنا من ليبيا من كافة أنحاء العالم، ونبقى مع وقفة موسيقية ونستقبل ضيفنا الدكتور صبري أبو شعالة. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم بعد الوقفة الموسيقية الأصيلة مع المطرب الأصيل دلال شمالي، وصار ضيفنا لحلقة اليوم ضيف عزيز جدا من بلد عزيز دكتور صبري أبو شعالة. دكتور صبري أهلا وسهلا فيك ببرنامج لولا الماضي عبر أثير إذاعة النجوم اللبنانية لوس أنجلوس كاليفورنيا. أهلين، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. أنا سعيد أن أكون على في مساحة من مساحات إذاعة النجوم اللبنانية ولبنان الحبيبة الغالية وأهلها الطيبين الكرام. تسلم من ليبيا عزيزة. يا هلا، وتحية لكل أهل ليبيا ولكل اللي عم يسمعونا من ليبيا.
دكتور صبري، بحب بلش الحلقة بأوفر فيو سريعة عن إنجازاتك وهيك، وبنرجع نبلش الأسئلة مع حضرتك إذا بتسمح لي. حقيقة مشوار المشوار الفني مشوار الفني هيك صوت واضح؟ نعم مشواري الفني مشوار إذا جاز أن نقول هو مشوار طويل شوية، نعم بحكم العمر الزمني قد يكون عندما أحدثك عن عمري الزمني، العمر الحقيقي هو 55 سنة. العمر كله إن شاء الله. الله يسلمك. مشواري الفني بدأ في 75، نعم لما عندما كنت طفلا وكان على المسرح اللي هو سيد الفنون وأبو الفنون جميعا. نعم فبدأت صغيرا، يعني طفلا صغيرا أحب على المسرح. الحمد لله بهذا كنا وصلت إلى 49 سنة من العمل العمل الفني. المسرحي، ومن بعد التلفزيوني والسينمائي والراديو. نعم طبعا المسرح كانت البداية من 75 إلى 76 إلى 77 إلى 78. كنت طفلا اشتغلت في أعمال مسرحية، تعلمت فيها أو عرفت من خلالها ما هو المسرح، نعم وتعرفت على أبجديات المسرح دون تعليم رسمي يعني أكاديمي فني. فكان نعم التأسيس تأسيس بدهي يعني تعليمي بسيط، مشاركات في أدوار تناسب الطفل زي ما تعرف حضرتك يعني في الجميع. نعم أتاح هذا لي أستاذ المسرح في مصراتة في ليبيا حتى بحالها كلها، يعني أستاذ إبراهيم الكميلي، وهو بالمصادفة هو خالي يعني أخو والدتي، نعم هو من وضعني على خشبة المسرح، ومن خلال هذا تعلمت المسرح. واستمرت نعم الرحلة لكل سنة اثنين، كل زمن معين نقدم في عمل مسرحي إلى اليوم هذا، وأنا أكلم في حضرتك وأنا متواصل مع الناس اليوم، وأنا أجهز في عملين مسرحيين بين نعم المونودراما والديودراما. حلو. وتطور الموضوع من التمثيل إلى الإخراج، حتى وأنا طالب يعني من بعد رحلة الطفولة دخلت إلى المسرح المدرسي، اشتغلت في المسرح نعم المدرسي في ليبيا، وكانت المهرجانات المدرسية أول مهرجان مدرسي كان الدورة العربية السابعة. الدورة العربية كانت في كل الأنشطة في ليبيا، قيمت في 77 تحصلنا فيها على الترتيب الأول. واستمرت دخلت المسرح المدرسي وأصبحت أشارك في المهرجانات وناخذ في جوائز الأول الثاني الحمد لله، يعني في كم من المشاركات لحد سنة 89 نعم بعد أن تخرجت. خدت تجربة واحدة وأنا طالب وهي الإخراج. فطبعا أحب نوضح حاجة أخي صقر عزيزي والمشاهدين تفضل. والمستمعين، إن الـ 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 الموهبة أو الإبداع في مجال ما، مثلا في التمثيل، يتفتق من البداية ويبان ويظهر وغدا، زي ما في الغناء مثلا الصوت المطرب. نعم أحيانا يحصل تماس ثاني مع الفن اللي هو التلحين مثلا في الغناء أو الإخراج في التمثيل، نعم وهذا يحصل طفرات وليس دائما، يعني مش كل ممثل يتحول إلى مخرج، وليس صح ومش كل صح مطرب يتحول إلى ملحن أو يصبح يعمل على اثنين زي ما فريد صحيح الأطرش وزي ما يعني نعرف عبد أسماء الوهاب. عبد الوهاب عظيمة يعني إيه. فهذا في نعم الغناء كذلك في التمثيل. وهنا مسألة مهمة جدا أحب أوضحها، أنا تفتقت الموهبة الحمد لله وبدعم من أستاذ إبراهيم زي ما قلت لكم وأنا طالب، نعم فحملت على كتفي أني أكون مساعد مخرج في 86 خلال دراستي. فبدأت فهمنا في حتى تتمرس بالإخراج. إيه هنا بان أن أستطيع أن أكون مخرج الباين عند الأستاذ إبراهيم، عند أستاذي وغيره وعند الناس، وأعجبوا ببعض الشغل عندي. نعم وكانت اول عمل مسرح اسمه الرهان هذا في 86 87 ينقل على التلفزيون الليبي، لان احنا حلو. المسرح كان محدود، العرض المسرحي على التلفزيون الليبي كان في اشكاليات، يعني مش كل المسرحيات تعرض ولا حتى احيانا المسرحيات تعرض اساسا يعني.
نعم. فأنا حظيت بهذه الفرصة، واستمر الموضوع بعد بسنتين أو ثلاثة. تخرجت، ملاحظة قبل أن أتخرج، كان في نهاية دراستي 89 دريد لحام صادف أنه موجود في ليبيا في مصراتة في مدينتي، أستاذنا الكبير والنجم العربي الأول اعتبره يعني على مستوى المسرح صحيح. والتلفزيون حقيقة، كان موجود. فذهبت إليه وقدمت نفسي أن أنا كذا، أنا أستاذ إبراهيم، أن أنا طالب كذا وبطل مسرحية كذا، وتمنى تحضر لنا عرض، تتواجد تشوف لنا عرض. كان يعرض في شقائق النعمان، هذا كان في 89. نعم. فوافق، وافق طبعا، ذهلوا حتى المسؤولين عندنا، قالوا كيف استاذ دريد لحام حيحضر عرضك المسرح انت طالب يعني؟ وهيدي تعتبر شهادة، يعني مجرد حضوره هي شهادة للعمل. الحمد لله. طبعا هذا قبل ان يسمع عن شيء، ان مجرد ان طالب وافق. شوف حتى الرقي في تواضع سمي حد تواضع. نجم، اي طبعا نجم او غيره، بده يكون متواضع. أن يكون فنان عالي عالي العطاء وعالي المستوى ومهني عالي، معناه لازم يكون متواضع جدا، وهذا ما وجدته صحيح. في الأستاذ دريد لحام. وحضر العرض هو وفرقته، وأشاد بالعرض وكتب عنه في جريدة الطالب حينها، وقدم لي التهاني بشكل شخصي، وعندي صور أنا هو نزل فيه دائما، وألح كثيرا أنني المفروض أكون في سوريا أدرس نعم. هناك، أكمل تعليمي الفني، ولكن الظروف ما سمحتش، والظروف الكثيره يعني عندنا احنا يعني. نعم. واستمر العمل من بعد ما تخرجت من دراستي، واصبحت ازاول العمل المسرحي بشكل مكثف وكبير، والراديو، ومن ثم التلفزيون الى يومنا هذا. نعم. دكتور صبري، بنحب هيك اعرف المشاهدين على حضرتك. حضرتك حاصل على دكتوراه مهنيه فنون مسرحيه، تخصصت بمجال الاخراج المسرحي، على دبلوم دراسات لغه عربيه، اضافه الى ماجستير في فلسفه الفن والجمال. مثل ما ذكرت حضرتك، يعني كان اهتمامك بالمسرح اكثر شيء كعمل، اكثر من الدراما. في عندك دراما ولكن مقل بالدراما والسينما والراديو، اكثر شيء كان اهتمامك للمسرح، سواء تمثيلا او كتابه او اخراجا. ليه هالشغف للمسرح؟ يعني هل ما حبيت الدراما او ما جربت كثير تخوض مجال الدراما؟ سؤال وجيه حقيقة، ومهم جدا أن أجيب عنه حتى شكرا. يعرف. أي طبعا سؤال مهم جدا الحقيقة، يعني لأن ليس باختياري أن أتواجد في المسرح فقط، الظروف بشغف. طبعا الظروف تحكم، والشغف يفرض، يعني نعم. يفرض هذا. يعني أحيانا أترك عمل تلفزيوني وأذهب للمسرح، يعني شغف، هذا شغف. واحيانا اخر يتوافر العرض الدرامي التلفزيوني ويكون المجال متاح، فالاولويه للمسرح لدي، للمسرح. هذه قاعده عامه لي نعم. كقناعه شخصيه نعم. وكايمان شخصي بالمسرح، قناعتي بالمسرح يعني حقيقه، يعني حتى لو تركت عرض درامي تلفزيوني. نعم. نعم. طبعا التلفزيون عندنا سامحني، هو ما عندناش انتاج كثير حتى في ليبيا يعني حقيقه هذه، واحنا كنا انتاج درامي ضعيف صح؟ اي طبعا كنا نتعاون مع لبنان الشقيقه ومصر وسوريا وكذا بهالاعمال حتى نتعلم منهم كذا، لان احنا على مستوى التلفزيون وان كان عندنا قدرات وعندنا كذا، لكن مقلين في الانتاج وفي الحرفيه والحرفيه. انما في المسرح عندنا تاريخ حقيقه، وبالمناسبة أنا عندي كتاب صدر أخيرا في المسرح في مدينة بنغازي ما بين الستينات والسبعينات أو الستينيات والسبعينيات، كتاب نوع من التراجم أو التأريخ في المسرح. فوثقت فترة، فكان المسرح ليه، بس كنا نستعين بالإخوة العرب كثيرا يعني. ففي الدراما كنا مقلين، هذا سبب من الأسباب الأخرى. السينما طبعا نعتبره ما عندناش سينما يعني، قليلة جدا يعني، طفرات يعني للأسف، يعني مع أنه في طاقات بليبيا تمثيلية بتصور يكون في أشخاص بيحبوا هالمجال، يعني مخرجين ما بعرف ومخرجين سينما كبار يعني عندنا، بس ما تحسش نعمل فرصة. إنما الدولة أنتجت سينما عالمية، أنتجت الرسالة، وأنتجت عمر المختار، بس ما كان إنتاج ليبي، كان إنتاج غربي ولا مشترك. لا؟ طبعا هو مشترك بدعم ليبي، دعم ليبيا. نعم. إيه.
بحب اذكر او اعرف المشاهدين بحضرتك اكثر، يعني انا عم فوت بتفاصيل ما قلتها حضرتك. حضرتك مدير الشؤون الفنيه سابقا بفرقه الشعب للفن المسرحي من العام 88 1988 للعام 2002، ومدير فرقه مسلطه للابداع الفني ومؤسس لها وتاسست عام 2002 كمان. باحث وعضو مجلس اداره بالمجلس القومي لبحوث الاعلام بمصر، وكمان عضو بفرقة المسرح القومي بليبيا منذ العام 2005، ومدير عام فرقة المسرح الجامعي بكلية جامعة مسرطة ليبيا، يعني ما شاء الله، وكمان رئيس مكتب ليبيا باتحاد الإعلاميين الأفارقة بمصر. حضرتك يعني ما شاء الله عندك مهام كتير، كيف عم تلحق ما بين المسرح وإدارة المهام اللي حضرتك مكللة لك؟ وعضو اتحاد الفنانين العرب كمان إن شاء الله نصير بمصر زملاء احنا اللي وياك قريبا. هو في مهن او في مهام توقفت، يعني اللي هي زي الشؤون الفنيه في فرقه الشعب فتره الى فتره، في فترات توقف فيها النشاط في بعضهم، نعم لكن في مهام اخرى لا زلت ازاولها، من بينها فرقه مسرات الابداع مديرها ومؤسسها لا زلت، وهي تنتج وتعمل، مدير نعم فرقه او كليات جامعه مسراتة لا زالت هذه المهمه يعني اقوم بها، عضويتي بمكتب اتحاد العالمين الافارقه مع الزميل دكتور عوني قنديل في مصر، وهذا نشط هذا الاتحاد، نعم رئيس المكتب في ليبيا، وارشح لكل من لديه الرغبه في ذلك، فدائما اتواصل مع المكتب. ايضا اتحاد الفنانين العرب، الاستاذ مسعد فوده المخرج الكبير رئيس الاتحاد ونقيب السينمائيين المصريين، هو نعم صديق ونصبحت زميل معهم، وانا عضو الجمعيه العموميه في اتحاد الفنانين العرب، يعني نعم فأي دكتور صبري تعاون في دائما، تفضل 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 تعاون دائم، يعني نشتغلوا هذه المهام خويا صقر، مهام إدارية يعني فنية، أما المهام الإبداعية فلا لا يعني لا تتماس معها، لأن الإبداع أنا أزاول أو يمارس الإبداع، أمارس الإبداع بشغف زي ما قلت لك، نعم بمحبة، بأنه هو متعة، يعني لما اخرج من المهام الاداريه والفنيه هذه اقوم بالاستمتاع بانني انتج عمل مسرحي، حلو هذا يشبع رغباتي ويخليني استطيع ان اقوم باي مهام حتى لو زادت المهام اخرى. يعني كأن شو بيقولوا نفحة روحه بتعطيك لتبدع أكثر وأكثر. طبعا حتى لو زادت المهام، نتمنى تزيد المهام الاداريه الفنيه. نعم اللهم يعطيك الصحة والعافية. دكتور صبري بدي في متابعين لنا عبر فيسبوك بيتابعونا أو أي وسيلة تواصل، تحية لكم متابعين عبر فيسبوك، وعندي كم سؤال لحضرتك بدي اسالك اياهم من المتابعين. تحية ايمان، لكل متابعينا، تحية ليهم، نعم تحية. نعم ايمان من امريكا بتسالك، بين كل المهن اي مهنه الاحب على قلبك ولاي؟ يمكن جاوبنا على السؤال هيدا. مهن والله اي مهن احب الى قلبك ولاي؟ و ليش؟ ليه ليش؟ ليش لماذا؟ اي لا نجاوب حتى بشكل، لأن المهن اختلف الموضوع، نعم لو جاز ان نقول ان المهن التمثيل والاخراج والكتابه مهن ايضا، يعني مهن غير نعم نعم الاداره ولا غير هذه الاداره، قد تكون مهام وقتيه يعني، اما المهن مهنه التمثيل نعتبرها مهنه، مهنه الاخراج مهنه، نعم لان المهنه هي الصنعه، هي الصنعه هي صح اللي تقوم بها انت فانا طبعا حقيقه اعشق التمثيل واحب هذه المهنه بشكل كبير جدا، وأدرب في التمثيل، يعني حتى إعداد ممثلين. دائما أميل لهذا الموضوع أكثر من الإخراج، يعني نعم. أنني أكون ممثل أو مدرب تمثيل، هذه دائما أمارس هذه المهنة أكثر. ليه؟ لأنها حاسس نفسي فيها يعني أكثر من أي شيء، وقادر والقدرة من الله سبحانه وتعالى أني نعطي فيه، نعم. إذا جاز أن أقول هذا. حلو. في سوسو من لبنان تسألك، هل متابع أعمالك مخرجين متابعين أعمالك مخرجين لبنانيين، وشو رأيه حضرتك متابع أعمال مخرجين لبنانيين وشو رأيك فيهم؟ والله حقيقة
احيانا الاسماء تخوني شويه لكن نتابع. طبعا لبنان عندكم مساحه كبيره عريضه يعني فنيه وحتى مسرحيه بشكل قوي. بس مسرح لبنان هلا بس كان قبل له وقع اكثر بعالم الفن، ولكن هالايام الانتاج خفيف كثير، فالمسرح خجول يعني، عندنا مسرح بس خجول مش مثل قبل اي طبعا طبعا، لا حقيقه للاسف. كان المسرح، طبعا المسرح يكفي ان يكون الرحبانيات يعني نعم في 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 اللي وعينا فيه كشباب صغير وقتها، فكانت المسرح الاستعراضي الغنائي نعم فيروز والرحبانيات كان مسرح مغذي لنا جميل يعني. ايضا حلو صح. طبعا حلو جدا، فيه عندكم اكثر من اسماء، احيانا اعذروني ان انا مش لحود، محضر رامي لحود في كثير صح، الحود. اي نعم، لو تذكرني بالاسماء نعرفهم جيدا يعني، بس أكيد لانه توقفت زي ما تفضلت حضرتك يعني، اصبح صح نوع صح من الركود شويه، فاصبح في فجوه وفراغ، مش تنسينا بالقصد لكن غاب عنا هذه الاسماء. والانتاج الانتاج المادي كمان مكلف صار الانتاج، اي طبعا، والجمهور كمان خف هجومه على المسرح مثل قبل، يعني ما عاد في وهذا هذيك الجمهور العريض، انتم مريتوا بظروف مثل ما مرينا نحن بظروف الان اصبحنا فيها حرب الان. واثر كثير اي علينا يعني، وهلا اثر الوضع طبعا، الاقتصادي شوي كمان مؤثر هذا الموضوع. بس التاريخ صراحة حقيقة تاريخ ويكفي ان الممثلين اللبنانيين الكبار الان نجوم عندكم اسماء كبيرة، ما هم اولاد المسرح يعني، نعم مش رفيق علي اولاد المسرح، احمد و رفيق انطوان رأي رفيق كرباش. رفيق رفيق من كبار الممثلين يعني العرب، نعم نعم يكرم في كل المحافل يعني العربية يعني، مش صحيح. اي وابطال دراما، وابطال دراما تلفزيونية وسينمائية يعني عندكم نعم انتم، مش لا لا لبنان زاخر بالفن وبالدراما، وشركات الانتاج اللبنانية كمان عم تعمل انتاجات كتير كبيرة للعالم العربي مش بس بلبنان يعني، سواء للخليج، وتوجهوا في شركة صباح توجه صباح العربي يعني، إذا عندكم يصير في تعاون بينكم وبينهم يعني، بتصور ما بيقولوا لا يعني، بيكون عندهم سوق جديد للعمل. طبعا طبعا، احنا يشرفنا ويسعدنا ان احنا نتعاون مع لبنان وتتعاون معنا، لان وكان في ليبيا، بس زي ما حكينا وتفضلنا قبل شوي مع الحروب اللي صارت صح تعبتكم، حتى احنا اتعبتنا الحروب وارهقت ليبيا يعني هذه الفترة الماضية، فنحن لا نطلع من هذه ان شاء الله، وان إن شاء الله شاء الله يكون فيه تعاون كبير. ولبنان الخامة التمثيل الفنية كممثلين وكمخرجين وكأكاديميين في الفن في المسرح أو في الدراما بشكل عام، نعم لا يزايد عليهم أحد في هذا يعني حقيقة عربيا يعني، يعني صح مش شوية يعني، احنا تعلمنا منهم يعني. كان الزين، أحمد الزين لبناني صح؟ أحمد الزين مخضرم أي هذا كان عندنا في ليبيا يعني، كان يشتغل مع وهو الأمانة والإرادة وأعمال تلفزيونية عملت في ليبيا يعني، نعم لبنان نصها لبنانيين يعني او اكثر. نعم في معنا كمان بيتر من هولندا بحب يعرف نصيحتك للجيل الجديد يلي عم يدرس الإخراج وراح يتخرج بوقت قريب، شو النصيحة اللي بتوجهها حضرتك لإله؟ اول شيء حقيقة يعني حاجة خاصة جدا، انظر لنفسه، ان يكتشف نفسه قبل ان يقدم نفسه نعم يعني، لابد الإنسان يكون صادق مع نفسه، يجلس مع نفسه، هل هو قادر، هو عنده قدرة، عنده طاقاته التي ممكن يستعملها أي حد يستغلها أو ممكن هو يطورها. لا نكذب على أنفسنا حقيقة أخوي صخر، هذه مهمة جدا، هي جانب سيكولوجي شوي نفسي يعني داخلي يعني عند الإنسان، في اللي نعم عايش سامحني في هذه عايش الوهم انه هو ممكن يكون مخرج وهو لا يمتلك هذه الاشياء، لازم يسال نفسه هل هو قادر. القدره طبعا عندها جانبين في الابداع، الفطره والموهبه عندك، هذه صح مساله. المساله الثانيه وهي التدريب للتعلم واكتساب المهاره في حد ذاتها، ومن ثم نصيحه الاخرى عدم الاستعجال، اذا كنت حقيقه اكتشفت نفسك بهذا الشكل وعرفت نفسك كذا، ما تستعجلش على انك انت تصل بسرعة وتقدم نفسك للناس بسرعة وتنجز نعم وتبدع وتتألق، لا لازم ياخذ وقت كل شيء، لازم ياخذ زمن، لأن صح الممارسة صح والمران والتدريب والتجربة
التجربة هي أم المعرفة والخبرة أم الممارسة في 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 العمل الفني بالذات. يعني العمل الفني نعم يحتاج إلى نعم لهذه الأشياء، لأن فلاسفة ومنظرين، وهذه واحدة من رسائلي في الفلسفة، يعتبروا فيه هو إلهام، وحي ينزل على الإنسان ويقعد يبدع. لا، ما مش مسألة هيك، هذه نعم مسألة نعم قديمة جدا، فكرة قديمة يعني، لأن ما عرفوش وقتها كان الفن يتأسس. لكن الآن الفن موجود، نعم التراكمية موجودة، المنظرين والفلاسفة كتبوا وأبدعوا وأجادوا ووضعوا نظريات، ولابد أن نتعلم ونجرب نستفيد صحيح. ونقوي يعني ممارسات. ما يفكروا بالوصول للقمة بالنجاح بسرعة، لأنه هذا الشيء بيكون عامل سلبي لهم. راح طبعا فريد استعجال، الأطرش، الراحل عبد الوهاب، الراحلين الأخوان الرحباني، تعبوا كتير لوصلوا لهالمجد اللي وصلوا له. ما وصلوا دغري بالقمة، تعبوا وتعثروا بمحلات ورجعوا نهضوا. يعني بدها وقت، ما بدها يسلق الأمور سلق الشخص. اي نعم نعم صدقت. واكتشاف نفسك زي ما قلت في البدايه، انت صح اكتشف نفسك، انت قدم نفسك ايضا، اشتغل على نفسك، على روحك نعم انت، يعني انك نعم انت تكون، احنا نقول بالليبي على روحك، اشتغل على روحك، يعني انت قدم نفسك، يعني اشتغل على نفسك، صح طور حاله، يسقف طور حاله. حالك. اي طبعا نعم طبعا نعم طبعا، ضروري ضروري. وما في حاجه اسمها الدروس وتيجي تحفظهم وتعملهم، لا، في الفن، في في الفن موهبة وتنمية الموهبة. لابد تسعى الى انك انت تشتغل اكثر مما تقرا. نعم يعني انت قرات دروس في الفن، لابد تبحث عن اشياء اخرى تتعلمها في الفن. نعم من ضمنها اخويا صقر، يعني مهما تتعلم يظل الذاكره الانفعاليه اللي عند الممثل اللي مطلوبه لا توفرها لك الاكاديميات صح، العلميه. بتكون هذه موجودة. توفرها انت بمراقبتك للمجتمع، بتشبعك بمن نعم حواليك، بالحياة نمطها شكلها، لأن احنا الفن لا ينفصل عن الواقع. صح فهنا تتزود انت مع التعليم، مع التزود في التعليم. نعم. في كمان دكتور صبري يمنى من سوريا بتحيي حضرتك وبتشكر وفائك لذكر اسم الممثل القدير دوريد لحام، وبتسألك عن وضع المسرح الليبي والدراما الليبية. العفو، دريد لحام أستاذنا الكبير، هذا زي ما ذكرت، معش بنعيد، لأن نعم حقيقة مدرسة بكل المعطيات، يعني وليس الموضوع كوميديا وغيره وغير، لا، مدرسة فنية في كل شيء. صحيح صحيح ونعتبره يعني بتشبعك بتحيي نعم ايه أعتبره نبراس للمسرح، وان كان ما اشتغل مسرح من المطر الاخير، عزوفه المطر او حاجه الاخيره هذه اللي بعد شقائق النعمان. نعم كيف هو السؤال؟ السؤال هو شو وضع الدراما الليبية بالوقت الحاضر والمسرح بليبيا؟ والله وضع المسرح في ليبيا والدراما احسن الان، السنتين الاخيرتين او الاربع سنوات الاخيره هذه في نقلات نوعية، لكن ما زال لهذا لا يتوافق مع تاريخ المسرح الليبي. عند نعم تاريخ المسرح الليبي 100 عام، لما أرخناه لقيناه يصل إلى 100 عام، وأمام من شهده من بعض المسرحيات اللي تظهر وبعض الأعمال التلفزيونية الرمضانية من رمضان إلى رمضان، يعتبر الحال مش يعني متوسط وليس حتى جيد. نعم نعم في معنى هلا هي جيسي حابة مصرة انه حضرتك صورتك احلى من صورتي، انا ما عندي مشكلة يعني. لحقتني حتى لهون بعدها. في يولا من كندا بتحييك دكتور صبري وبتشكرني اني لاستضافتك لانه اعرف اكثر عليك، وبتتمنى لك التوفيق ويمكن لإلي كمان. ميرسي إليك يولا كلك زو. مريم من فرنسا بتحب تعرف وين وكيف فيها تحضر مسرحيات من إخراج الضيف الكريم. والله على الصفحة عندي بنزل احيانا مقاطع. لحد الان اخوي صقر انا متحفظ، لان الاعمال المسرحيه اللي ننتج فيها نعم اعمال نوعا ما عندها جمهورها،
يعني ما بين الأعمال التجريبية أكثر. فما زال إن شاء الله نفكر لين نفتح قناة على اليوتيوب أو غيره وتعرض، لأن أو تنقلها تلفزيونات ليبية وتنتهي القصة. ما إنما إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكون فيه، إن شاء الله يكون فيه عروض مسرحية ويشاهدوها يعني ليها، يعني إن شاء الله يعني. لكن هي السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال، تسأل عن الدراما، عن الدراما الليبية. لحظة الدراما نشوف. الليبي عنده عروض مسرحية هل تعرف من كانت. وين وكيف فيها تحضر مسرحيات؟ يعني إلا على اليوتيوب حضرتك، أنت تعمل قناة على اليوتيوب وفيها تحضرها. ان شاء الله نعمل قناة على اليوتيوب وننزل بعض الاعمال من حتى القديمة من التسعينات، عندي محتفظ بها، وان شاء حلو. الله تشاهدوها ان شاء الله. يعني من خلالك احنا استاذ صقر حبيبنا واخونا وداعينا الله الكبير، يخليك. يعني ان شاء الله من خلالك ان نبعث اشياء ونتواصلوا في اذاعه النجوم هذه، نضع بعض الاشياء حتى روابط عشان يدخلوا الناس يتفرجوا، فتابعوا اذاعه النجوم عشان تشاهدوا اعمال لينا. انما على المستوى الدرامي الثاني اللي هو التلفزيوني او نعم. البرامجي موجود على اليوتيوب. انا يعني تقدر تكتب صبري ابو شعاله او المخرج العالمي صبري ابو شعاله او غيره، بعد عده تسميات كاتبينها الشباب لما يجوا نعم. فيها. لي أعمال في أوسكار دراما المصرية، ولي أعمال في قناة الوسط الليبية وقناة الليبية الحرة الليبية وليبيا الجديدة الليبية، وفي أعمال يعني في كله موجودين على درامية. اليوتيوب، بس إذا بصير في قناة لحضرتك خاصة إيه بصير إن شاء الله. أفضل متابعة. يعني كل شيء عندك في تيك توك، فيك تحكي آرائك، فيك كل شيء عليها. ملاحظة على الاستعجال ولها علاقة بالكلام اللي كنا نحكي فيه، نعم. نحب ننوه لها، أنا عمري 55 سنة وللاسف مع ذلك مش مستعجل. يعني انت شفت ابني في المهندس، يعني في تقنيه المعلومات، نعم. يعني مش بامكاني نوفر الاشياء دي في بيتي، منظومه كامله من الـ لكن مش مستعجل ومقل شويه في ظهوري حقيقه، يعني في ظهوري يعني على مستوى الميديا. نعم. ولكن ان شاء الله نسعى، قاعد الناس نكون في مشروع ان يعني نخرج خروج كويس يعني للناس، يعني بشكل كذا. انا يعني مش مستعجل دائما، نحبش ودائما ضد الاستعجال في كل شيء، يعني التريض. صحيح صحيح. ونلاحظ هذا اخويا صقر في صناع المحتوى الهابط، الاستعجال في انه 100% يعمل اي شيء، اي شيء انه اي بده شيء. يطلع مصاري، انه يعتبر هيدي بس عم يأذي نفسه فيها اذا ما كان مدروس المحتوى اللي بده يعرضه للعالم. بالضبط بالضبط نعم. ان شاء الله. عم تذكر حضرتك بعمر 55 سنة وحاصل على تكريمات عديدة، يعني بذكرونا بحب عارف المتابعين عليها. درع مرت بنغازي في تكريم ضمن أفضل 10 مسرحيين على مستوى ليبيا بمدينة بنغازي سنة 2004، والملتقى الأول للمسرحيين بليبيا. كمان تكريم جامعة الأهرام الكندية بالقاهرة بمصر بدرع الجامعة للعام 2017، والدكتوراه الفخرية بالإخراج المسرحي من الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بالقاهرة عام 2018. كما حصلت حضرتك على العديد من الجوائز، وهي جائزة النيل كأفضل مخرج مسرحي للعام 2016، وجائزة النيل كأفضل مخرج مسرحي للعام 2017 على التوالي، وجائزة الركح البرونزي في المهرجان الجامعي الدولي للمونودراما بتونس سيدي بوزيد، وجائزة السيلفيوم في مهرجان الوفاء الأول لقناة ليبيا الجديدة 2023. يعني بهالعمر حضرتك حصلت على تكريمات، يعني كمان هيدا لأنه عندك موهبة وعندك طاقة. الحمد لله قدروا المسؤولين هالطاقة اللي موجودة فيك وكرموا. هلا عادة يعني بيصير فنان بعمر كتير كبير ما بتذكروا يكرموه غير ما بعد ما العمر الطويل لحضرتك يعني يموت، بيصيروا يجيبوا هالدرع ويكرموه ويتركضوا ويركضوا لحتى يتسابقوا لحتى يكرموه. فحضرتك بهالعمر وتكرمت يعني شيء كثير منيح لحضرتك، وان شاء الله يا رب الايام الجايه تتكرم اكثر واكثر. يا رب يا رب يا رب. أنت قلت ملاحظة، تحدثت عن ملاحظة مهمة، وهي التكريم في مع عشر ربيع العمر، احنا تو خمسينات أكبر، يعني في وسط العمر أو في آخر العمر وأنت ما زلت تعطي، فهذا ليه لذة. وأنا دائما هذا مبدأي، ودائما أقول هذا حتى في ملتقيات ومنتديات ومؤتمرات وغيرها، أن التكريم المفروض يكون حتى يكون تكريم مش بعد الممات،
ما هذا هذاك وفاء تاني، نوع تاني من أما التكريم لأجل العطاء، التكريم المفروض يكون لأجل العطاء. ما ينفع نعم أن تكرمني بعد أن توقف عطائي، ماذا يجدي؟ 100% ماذا يجدي؟ أي ما نعم أتوقف عطائي سواء بالموت أو بالانتقال رحمة الله أو بالتوقف المرضي أو حتى التوقف القرار أن واحد نعم توقف عن العمل، ما يجديش التكريم. هنا يولي نوع من الـ من الـ من الوفاء يعني شكليا، إنما صح. لا معنى له. أنا أرى أن التكريم والتكريم يجب أن يكون له معنى، يجب أن يكون نعم، له عائد. العائد وخلال وهو حياة الشخص بيعطي حافز ليعطي أحسن وأحسن وأحسن، ويكون أحيانا يا خلال أخوي صقر حياته لا يكون مادي، يعني احنا في بعض التكريمات ما فيهاش معنوي ماديات نهائي. معنوي. صح صح بعض التكريمات فيها، بعض التكريمات ما فيهاش، لكن ونسعوا وخارج ليبيا جينا تذكرتنا ونسافروا ونحضروا التكريم لينا وممنونين جدا لأنه احتفوا بينا، لأنه أعطونا دفعة ودفقة لأجل مزيد من العطاء. فهذا حقيقة، نعم حتى الدروع مع يا جنبي، يعني واحد من الـ من الـ حتى يكون هذا درع الأهرام الكندية، نعم زلمة الأهرام الكندية أي حلو للإخوة أي، هذا واحد نعم من الدروع يعني، وهذا درع القناة الليبية الجديدة، حلو. هذا درع أي. بما أن حضرتك ذكرت المخضرمين بعالم المسرح، ببرنامج لولا الماضي، شو بيعني لك الماضي الفني الجميل؟ والله بي يا أخويا صقر، الماضي الفني الجميل أعتبره مرجعية لتزود، زاد، هو زاد لي أيضا لأجل إن حقيقة هو يشبع لي في رغباتي اللي هي المتعة فيها، يعني أجد نفسي فيه، أجد المتعة في ذلك. وزي ما قلت وهو مرجعية وزاد لي، يعني لما نسمع أي شيء في الفن الجميل أو أحضر أو أشاهد مسرحية قديمة أتعلم منها حقيقة، وأشعر بنشوة، غريبة جدا تعطيني الطاقة أكثر لأن سامحني نقول لك إن الفن وإن كان فيه تطور عصري، هو تطور عصري لكنه ليس تطور على مستوى الشخصي، يعني الشخصي الفني، يعني فنانين زمان سامحني نقول لك ليسوا بمستوى، وإن كنت أنا من الفنانين الآن يعني بمستوى فنانين الآن حقيقة، يعني نعم نعم وين فرق كبير جدا تغير، على كل المستويات. المستوى، تغيرت النظرة للفن، صار الفن تجاري عند الأغلبية، بهمهم يوصلوا بسرعة، يتنازلوا عن بعض الشغلات ليوصلوا. يعني هذا الشيء مؤسف صار بالعالم العربي إجمالا. زمان اخويا صقر كان المشقة على الممثل او المغني او غيره انه يظهر للناس وانه يصل بسرعة، يعني مشقة جدا يعني يقدم نفسه نعم في نعم شركات وفي انتاج وغيرها، كان في مشقة في زمن في طويل عشان يثبت وجوده. الآن بسهولة ممكن يعمل اي شيء زي ما قلنا يعني، ولذلك صحيح صحيح الغث والسمين اليوم داخل بعضه، مش مثل نعم. زمان. في تحية بحب توجه تحية للأستاذ سركيس جربات، متابع دائما للبرنامج، تحية لك، وتحية كمان للصديق يلي عرفنا على حضرتك، المخرج الليبي محمد بن إسماعيل، تحية له عم يسمعنا ويحضرنا. اخويا وكمان في نعم، وفي اخونا عنا حبيبنا محمد ايه والاخ سركيس حتى تحيه ليه، ومحمد نعم ده اخويا يعني الصغير، يعني بحبه نعم كثير يعني حقيقه. صحيح. في كمان هبة من تونس بتحيي الأستاذ الكبير صبري أبو شعالة، وبتسأله إذا هو مع أو ضد الدراما العربية، يعني ممثلين من مختلف بلدان بالمسلسل ذاته، الدراما لا العربية البان أراب. يعني الدراما العربية شو رأي حضرتك بالدراما العربية، والدراما اللي بيكون فيها ممثلين من كذا بلد عربي، شو رأيك فيها، هل مع أو ضد؟ مع والدراما مع انه العربية اوقات عم بصير في انتقاد عليها كبير، يعني عم بيكون الموضوع مش مفبرك بشكل، او مش محاك، غير محاك بشكل منظم، يعني بين الدول، يعني سوريا لبنان، مصر سوريا، ما عم بيكون مترابط. صحيح، ملاحظتك صحيحة، أنا مع بس وفق تنظيم، دراسة يعني نعم حاجة أخرى، حاجة ثانية مهمة.
اهل زي ما تحدثت في موضوع ان اصبح في لغط وتداخل في الغت والسمين، يعني اصبح نعم. ممكن تاجر او شخصيه ما، بدون طبعا احنا نعرف الوسط الفني، نعرف بعضنا كلنا في وسطنا العربي، يفرض نفسه وممكن يشتري ممثلين على اساس ان المال، لان عند المال فيجلب من دوله ثانيه ومن دوله هذه وهذه، ويعمل عمل تمثيلي او درامي كذا المصروف عليه مال، وكأن شريهم يعني رقيق، اللي بقول لك يعني نعم للاسف يعني لا نعم مش دراما، هذه هي تخلق دراما، تخلق سينما مثلا، تخلق يعني هي بس مجرد تجميع بس نجوم ليعملوا ريتنج، بتصور ليبيعوا اكثر، تجميع نجوم عم تكون اكثر ما هي مدروسه بشكل فعال يعني. اي ما لهاش تاثير جماهيري جمهور يعني شعبي على الناس، للناس يعني، او ثاني حاجه ما لهاش اثر فني يرتقي بالفن، هي نجوم عشان نظهر بيهم عشان نعمل شو، نلم فلوس بس. نعم. هذا عيب في الدراما. هنا انضربت الدراما. الدراما لا مش هيك، الدراما العربيه نعم. ما الدراما العربيه الرساله، ما دراما عربيه، ما سينما عربيه، هل اندارت اجنبيه وعربيه، يعني اندارت صح. باللسانين. الافضل والاقوى انا وجهه نظري وعند الناس نسمع فيها العربيه، اللي ابطالها نعم عرب يعني حقيقه، صح يعني مش صح هي. نعم. في الأستاذ محمد بن إسماعيل، تحياتي لسندي الأستاذ صبري أبو شعالة وبحييني لإلي. شكرا محمد صديقي شكرا العزيز. يا حبيبنا، ده ابن نعم مدينتي وابن بلدي وابني الصغير، يعني ما بقول لك اخ صغير. نعم هو بيقول لك سندي، سنده كمان. اي والله معه في كل شيء. نعم دكتور صبري، بالعام 2022 شهدت ليبيا أول عرض مسرحي بالميكرو تياترو، شو بتخبرنا عن هالتجربة أو هالموضوع؟ انا عندي ثلاث اشياء حتى، او ممكن انت محضرهم ما نعرفش، لكن المونودراما والديو دراما والبنتومايم، هذين غير الموضوع الميكرو تياترو. انا دائما زي ما حكيت لك عندي التجريب في المسرح. المونو اللي هي الممثل الفرد، والديو الاثنين ممثلين، والبنتومايم تمثيل التعبير الصامت، التمثيل الايمائي، هذين الثلاثه وفيهم مشاركات دوليه حتى ممكن اتحدث فيهم. بالعراق لكن بالأيمنية. خلاص انا ما است... يبقى انا استبقت انت محضر كثير والله، يعطيك الصحه. الله يعطيك يخليك. الصحة والله، والله مبدع بأمانة يعني، شكرا الله يعطيك شكرا. الصحة والعافية يا رب. اللي هي الميكرو تياترو، المسرح المصغر، ميكرو مسرح مصغر، يعني مسرح بسيط جدا، مش بسيط في مستوى الفقر ولا الحالة ولا لا، بسيط في بالوقت، يمكن الوقت محدود كل بيكون شيء، أكثر من المسرحية الكبيرة، صغير صغير عدد في كل شيء، الفصول. نعم 14 دقيقة، 14 كرسي، ايه هيك يعني، هيك حتى في الحضور بيكون محدد فيه الحضور. 14 كرسي بالعدد حتى، انا يعني هيك قدرت حاولت نستفيد من تجربة اسبانية، هي الفكرة في اسبانيا بدأت، يعني ممكن نعم بس عربيا نعرفوها الفكرة 14 مشاهد، يمكن يجي أكثر، ما بتستغرب لما 14 بهذا النظام. درت تجربتين، درت عرضين لتجربة واحدة ما بين طرابلس ومصراتة، في جاليري فني، مكان في معرض فنون تشكيلية، عارف قصدي الجماهير، الناس عارفة الموضوع جاليري، فمعرض فنون تشكيلية عجبني في مصراتة، لقيت في إمكانية ان احنا قلت لهم حطوا لي 14 كرسي مقعد وبس، فهم استغربوا كيف تعرض مسرحية انت في، قلت لهم ايه المدعوين 14 شخص، اي واحد زيادة لا بالشكل نعم ده. طيب حلو. الديكور قلت لهم لا، الديكور هو من ذات المكان، يعني لو فصلنا حطينا كراسي، العمل اللي مجهزني هو عمل يتوافق مع المظهر اللي هني قاعد فيه. شنو هو المظهر او ما هو المظهر؟ المظهر هو مقهى صغير، فهي كانت فيه ترابيزه طاوله نعم ومقعد يوازي الجمهور، يعني امام الجمهور فيه ترابيزات، شفت المنظر كيف يعني. حلو فهو حلو. ايه بدأنا العرض بموسيقى شغلتها أنا لوحدي، فهو لا يحتاج لإدارة مسرحية ولا يحتاج لإكسسوارات غير، هي من ذات الفرق، بس ممكن نعمله الكليشيه، الأشكال في كل ممثل يعمل كاركتر
تبعه يعني يلبس. نعم. كانوا ضابط مثلا، مثل الضابط كان عندي دور ضابط شرطه، لبس الضابط، القرصون اللي هو اللي يخدم على الزبون لابس تجهيزاته، والزبون اللي هو انا المثقف. فكان الفكره مسرحيه كاتبها شخصيه صديق لي اسمه الدكتور علي رشدان، واحد من اصدقائي المتعاونين جدا معي نعم. من مدينتي. دكتور علي رشدان كتب عمل واعطاه لي، اداه لي من فتره، اسمه مطحن الزعيم. فعجبني الفكره، عجبتني، وكتب مش ميكرو تياتر، هو كتب عمل قصير، مسرحيه قصيره، فاشتغلت عليه، حولتها الى ميكرو تياتر وسميتها بين بين، وممكن تقولها بالليبي حلو. بين بين، وممكن تقولها باللبناني بين بين، بين وممكن بين تقولها صح. بالمصري بين بين، وممكن تقولها بالتونسي بين بين. يعني موحدة بين كل الدول. وانا نحب الجانب هذا في اغلب عناوين المسرحيه، نغير، ضروري نضع العنوان اللي يفهمه كل عربي، مو شرط نعم. يعني الليبي. فبين بين كان يعني، شفت انت، بين بين يعني في صراع، نعم. كان صراع بين السلطه او مثقف السلطه والانسان البسيط هيك يعني، في نعم. مقهى شعبي، مقهى شعبي. فعرضنا الميكرو تياترو، تعتبر التجربه الاولى في ليبيا، وعلى المستوى العربي تعتبر حتى ايضا من التجارب اللي بعد مصر، ما فيش يعني، احنا بعد مصر، مصر هي اللي قامت بالتجربه هذه يعني قبلي، هذه حلو. تحسب يعني تحسب لنا الحمد لله، ان مسرات احنا قدمنا اول تجربه في ليبيا ميكرو تياترو. حلو حلو. هي الحلو انه حدا بيحضر مسرحية صغيرة قصيرة بتوصل الفكرة بهالفترة القصيرة، يعني عندك قصة قصيرة بتقدر توصل فكرة، مش رواية طويلة ويمكن تاخذ وقت لتوصل فكرة. وبالمناسبة أخويا صقر وللجمهور الكريم، نعم. المسرحية باللغة العربية، حلو. باللغة العربية، وفهمت وكأنها باللهجة. هون يظهر موضوع في التمثيل، ودرس هذا في التمثيل، الإحساس بالكلمة ونطقها. نعم. يعني أنت يعني لما نتفرج على فيلم الرسالة ما باللغة العربية، لكن لماذا صحيح. ننسجم؟ لأن الممثلين عاليين المستوى، ينطقوا في الكلمة ويعطوا في انفعال وردة الفعل الصحيحة عن التعبير عن الكلمة، وليس جمود. والموضوع كان يعني شو بقول اتراكتيف اكثر شيء، كمان الموضوع اللي انطرح أي بالطريقه خلص، الحرفيه. أي طبعا الحرفية، أي الاحترافية في العطاء وفي الصنعة. فالحمد نعم. لله باللغة العربية، وأنا طبعا أنت ذكرت حتى أني عندي دبلوم دراسات لغة عربية، لغة طبعا أنا عربية. مراجع لغوي ومصحح لغوي أيضا في حتى في شغلي يعني اللغة العربية هذه مجالي يعني. بعدين تخصصت بس الفلسفة ودرست المسرح مهنيا، إنما نعم هو أساسا لغة عربية يعني في أساسي يعني. صحيح. في عندنا أحمد إسماعيل من مصر بحييك أستاذ دكتور صبري، وبحب يعرف إذا عندك تجارب مسرحية أو درامية بمصر أو مع ممثلين مصريين. عندي مع ممثلين مصريين عندي صداقات، علاقات كبيرة جدا بهم، حضور عروض ليهم دائما، مدعو ليهم أحضر فيهم. إنما مسرحيا ما اشتغلتش معهم أعمال مسرحية، إنما أتواجد في التجريبي حتى ببحوث فكرية، أتواجد بالحضور، أتواجد في عروض مسرحية أخرى. لكن على مستوى التلفزيون زي ما ذكرت في قبل شوية، عندي في أوسكار دراما عمل كان مقالب شبه يعني كوميدية يعني، بيني وبين خروج العالمي. ايه بالضبط، بيني وبين المطربين الشعبيين المصريين اللي يذكر منهم أحمد شيبة وغيره يعني. حلو. فنزلت منها بعض، الخمس حلقات نزلت فقط، الباقي كله عندي متحفظ عليه برضو يعني، في خمس حلقات موجودة هاي مع أوسكار دراما. نعم. عندي تعاون مصري. محمد اسماعيل بيقول انه كان حاضر وقت الميكرو تياترو وبيقول لك عمل اكثر من رائع كان. طبعا 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 محمد نعم اسماعيل لا يفوته شيء معي نعم دائما ما شاء الله عليه. دائما، هو سند، هو سندي مو انا سندي. حلو حلو. الله يخليكم لبعض، خلي محبه موجوده. الجمهور اخوي الصقر، الجمهور هو السند لينا، ولسنا نحن السند صحيح صحيح. حتى الجمهور اللي مش جمهور عادي، اللي هو الجمهور المثقف او الجمهور الـ 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 الزميل لينا يعني. مثلا عندنا مسرحيين زملاء
لما يتواجدوا يحضروا نعم عروضنا المسرحية، هذا سند، هذا دعم اكيد اكيد، مش خاصه شوية لما يعني. تحضر الدكتور الممثل الكبير دوري اللحام، يعني قد ايه ما اعطاكم دفع ايه ومعنويات، ايه يعني التواضع اللي فيه. هلا اليوم ما في هالتواضع عند الممثلين اللي بيشوفوا نهائي. حالهم صف اول، ما في ابدا هذا التواضع. اي نعم، اي والله نهائي والله. نعم دكتور صبري، حضرتك بمسرحيات محليه ومسرحيات عالميه، وين ارتحت اكثر بالاداء؟ مسرحيه مكتوبه جديده لدورك او مسرحيه عالميه ممثله قبل كذا مره عالميا، وين ارتحت اكثر؟ للي مش عندها تجارب من قبل، ارتحت اكثر؟ ليه؟ شو السبب؟ لان نحس اشعر ان هنا انافس غيري سوف اعطاك شيء اقدمها. جديد؟ هل اضافت شيء جديد يعني على الشخصيات اللي مثلتها حضرتك بالمسرحيات العالميه؟ اي اخر عمل عالمي عملته هو ليلة القتلة نعم لخوزيه ريانا الكوبي، وعمل ثوري يعني، نعم فعملت بفكرة جديدة تعاون معي دكتور علي رشدان، فعملنا فكرة دراما تورج عليه، وعملت بين مونو دراما وبنتومايم يعني، وكان بطولتي كاملة يعني، إخراجي وبطولتي كلها، الشغل حلو كامل يعني، حلو 45 دقيقة من المسرح موجودة طبعا، المسرحية متوفرة يعني، بس ما نزلتهاش برضه يعني، يلا فهي ليلة القتلة. بقناة جديدة. إيه إن شاء الله ليلة القتلة هذه مشهور العمل هذا، عمل ثوري كبير لخوزية ريانا، هذا آخر عمل لي 2022. نعم أستاذ دكتور صبري، حضرتك كتبت كتاب عن مسيرتك أو تجربتك بعالم المسرح تحت عنوان إخراج المسرح العربي المعاصر، مسارات وتجارب. شو قدمت للقارئ العربي بشكل عام وللقارئ المسرحي بشكل خاص بخلال هالكتاب؟ هذا الكتاب هو لثلاث دكاترة أصدقاء، أنا تعاونت معهم في، أحدهم صديقي الكبير جدا يعني الدكتور محمد سيف العراقي، وهو أستاذ نعم التمثيل في فرنسا، في فرنسا وفرتات والزملاء، تعاونت معهم أني قدمت معي مخرج تاني زميل، وقدمنا تجربتنا مع هذا الكتاب، تجربة تجارب الإخراج المسرحي العربي المعاصر، فكنا احنا الزوز الليبيين او الاثنين الليبيين انا وصديقي احمد ابراهيم، ان احنا قدمنا تجربتنا، لان تجربتنا شوي هيك يعني لو اجاز ان نقول فيها التنوع وفيها التجريب، نعم وليست مسرح عادي يعني، وقدمت مواهب واطلقت العنان لي او العنان لي لشباب جازفنا بهم وقدموا اعمال مسرحيه على المسرح لاول مره يعني، فكانت نعم تجربة وثقت في هذا الكتاب وهو تجارب الإخراج المسرحي العربي المعاصر. حلو حلو كثير. بحب اذكر بعض الاعمال اللي حضرتك عملتها عالميا، يعني هي اعمال مثل ما بقولوا انه لازم ما تنعرض وتشوف على قناة اليوتيوب. من الاعمال بذكر اخراجيا بذكر المفتش له غول، ما بعرف ايه حضر له روسي غول جوجولي، جوجولي روسي. لغولي. وعندك كمان كان كنوك او انتصار الطب اللي للأمان انتصار الطب او كنوك، اللي هو او كنوك او انتصار الطب كنوك. لجيل رومان، نعم ايه مشهور وجوزانا العالم. بهاروك كامل كمان هارولد، مسرحية على هارولد كامل. هارولد هارولد كمل، ايوه يا نعم والمسرحيات المحلية اللي هي مسرحية جحا وجحوان عفوا عفوا هارولد كميل، يعني هذه تجربة الديو دراما، ديو وكانت دراما. حلو، اي انت ومين كانت من كنت على المسرح؟ دكتور، هو الآن دكتور اللغة العربية زي يعني، بس هو تجربة الأولى لي نعم الكبيرة يعني، ومن بعدها توقف عن العمل، هو دكتور مصطفى الرعيض زميلي نعم من مسرات، شاركني قسمني الدور، وكانت من إخراجي، وكانت تجريب فيها في الديكور في السينوغرافيا يعني بشكل عام، وفي كل الجوانب الفنية يعني حقيقة، فكانت تجربة، كانت في سنة 99 نعم الزنزانة، وهي تحكي حلو. على العنصرية، على العنصرية كيف تكون العنصرية، هل هي حتى بصدد هذا ممكن نوضح يعني، هل هي بين أبيض وأسود أم من الممكن تكون بين أبيض وأبيض، احنا أكدنا أن هي ممكن تكون بين أبيض حلو. وأبيض، مو لا ما يعني لا ما لا العنصرية، نعم ما لا لون ولا شيء، العنصرية لا إلا لا العنصر نفسية بالشخص بتكون. نعم ايه طبعا طبعا يعني هون ايه المسرحيات اللي ذكرتهم حضرتك حلو نرجع نشوفهم
كيف مثلني عربيا كمان، هذا بيوصلنا اكثر الفكره والمعنى، بتوصل اكثر للشخص للمتابع. والله ان شاء الله. إيه ليش لا؟ يعني انا لازم زي ما نقول تشتغل على الموضوع. اشتغل يعني بطيء شوي انا، وما عنديش العجله في هذا، عيبي ما نعم اعرفش، ممكن للتعدديه المهنيه زي ما ذكرت حضرتك، كيف انت توفق، أكيد ما أكيد عندي نعم لخبطه شويه في كثره الكتار من الوسط، حتى الاكاديمي الى الفني الى الاداري الى الاجتماعي الى يعني السياسي، الى في خليط مخلي نعم الموضوع فيه شوية لخبطة يعني أو عطلة. نعم يعني ان شاء الله ان شاء الله بالتأني السلامة مثل ما بيقولوا، هي كلمة تأنى الواحد كلمة يطلع العمل نجح أكثر ومدروس. شو بتخبرنا عن آخر إنتاجاتك أو مشاركاتك الفنية، سواء مسرحيا أو كتابة أو تمثيليا تمثيلا؟ هو على المستوى الفني حنتكلم عليه، على المستوى الثقافي زي ما ذكرت قبل شوي اخويا صقر، هو ان عندي كتاب صدر حديثا وهو كواليس، هذا الكتاب هذا اول اصدار ورقي لي او كتابه، يعني هو على المسرح كواليس فرقه المسرح العام في بنغازي. هذا حلو نشاط كان مع نهاية العام الماضي وبداية العام هذا، وكان مشاركة دولية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا حلو إنتاج. على مستوى التلفزيون كان عندي عملين، عمل تمثيلي درامي تلفزيوني كان في شهر رمضان، حسن وكنينة، واخد بطولة صحفي مثقف هذا إلى آخره يعني، وعرض في شهر رمضان على قناة الوسط. عندي عمل كان في قناة ليبيا الجديدة، فكرة جديدة وهي راديو صوت، يعني نسمع الصوت لكن الكبشن على أو التتر متوقف، يعني تسمع بس إنما هو على التلفزيون، نعم وهذه فكرة قليلة شوية عندنا في ليبيا، يعني من النادر يعني تكون موجودة. حتى الصراع بين رجل ومرته أو الرجل وزوجته دائما عندهم صراع على المائدة، دائما فيه خناقة زي ما نقول احنا، في عركة، في مشكلة، في نعم something شيء يعني، كل ليلة كل يوم. فكان على المائدة عشان الناس، خويا صقر نقوله ليش جبنا الفكرة دي، الناس لما تاكل في شهر رمضان، تفطر في شهر رمضان المبارك، ما بتنتبه بعينها على فبتسمع. نعم واشتغلنا على السمعية في هالموضوع، ودردشة هيك نعم اجتماعية بنفس المائدة وكأنهم جالسين معهم احنا. فهذا نعم اشتغلت تعمل السنة هذه. مسلسل وأفكار ومشاكل برات البيت وجوات البيت بطريقة هن قاعدين والعالم حلو، فكرة حلوة. هم يعيشوا معنا التجربة، يعني صراع. نعم وهو راديو بس على التلفزيون، وهذا طبعا كان من كتابتي وتعاون معي شخص ثاني، ولكن من إخراجي أيضا وبطولتي، يعني أنا وفنانة اسمها حنان الشويهدي، ممثلة كبيرة في ليبيا، حلو اسم كبير، حلو تم تسجيله في تونس في قناة ليبيا الجديدة. نعم المسرح عملت عمل اسمه كاستينج، كان من تأليفي جديد. كاستينج هو فكرة تشبه الميكرو تياترو ربع ساعة برضو، فمسرح قصير يقدم مشاكل التمثيل، يعني كيف الإنسان لما يقدم يجيب كاستينج يعمل أعرف الكاستينج كاستينج طبعا، أي نعم أو نعم عرفت من خلال هدي أخويا صقر، عرفت الكاستينج طبعا، عملته في الوسط الطلابي، كان بطولة طلاب جامعيين ندربهم أنا اثنين هم أبطال العمل، وقدموا هذا العمل في يوم المسرح العالمي على المسرح الوطني، على ركح المسرح الوطني، وقدم في داخل أسوار الجامعة أو داخل حرم الجامعة في مسرح كلية الآداب للطلاب أيضا، ولاقى الحمد نعم لله مكانته، وحتى الصحف كتبت عنه. فكاستنج كتبته بالعربي والإنجليزي، حتى في تعريف هو يصقر هنا بمعنى، لأن احنا عامة الناس ما تعرفش معنى كاستنج، فعرفنا نعم من خلال المسرحية ما هو الكاستنج بشكل كوميدي. نعم كان وعرضت المشاكل فكرتي اللي بتصير على اي الكاستينج. اي فكرتي نعم فكرتي وتاليفي واخراجي وغيرها، بس بطوله الشباب الزوز هذيهم الاثنين هذيهم، والحمد لله صوره حتى بتنزل عندي على الوعده، وهو موثق العمل ده، وان شاء الله حلو هنستمر بعروضه، وان شاء الله على المنوال هذا احتمال مع نفتح القناه هيكون فيه العروض الربع ساعه دائمه، هذه الربع ساعه وثلث ساعه اللي هي حلو يعني الميكرو
كل قصير، كل أعمال قصيرة، لأن حتى الوجبة الآن عند مع مع التعقد أو التعقيد التكنولوجي والتعقد تعقيد الحياة أصبح ما في إمكانية نحن نقعد ساعتين نتفرج على عمل، يعني محتاج 10 دقائق ومحتاج ربع ساعة نضحك أو نفرفش وننتهي الموضوع يعني، أو شوف فكرة جديدة. كتابة الروايات عم تكون كمان بالمختصر وقصيرة مشان العالم كمان تقراها على السريع. أيه. طبعا والان بفكر اللي ما بيحلقها، من بيحب القراءه ما عنده مشكله بعدد الصفحات يعني. اي مين مشكله، طبعا فيه المزاجات، احنا بنشتغل على كل المزاجات يعني مش نعم. والان نشتغل على عمل ثاني ان شاء الله مسرحي احضر له لكاتب مصري كبير، ما زال تحت يعني ممكن اضعت اول مره معك ان شاء الله لما نقدرش، لانه ممكن قرر توقت يعني نأجله، لكن هو نعم. وارد الآن تحت الدراسة يعني تحت التحضير، عمل لكاتب مسرحي كبير جدا صديقي عزيز يعني إن شاء الله. العمل رح يكون مصري ولا مشترك ليبي مصري؟ لا ليبي الكاتب مصري فقط، لكن العمل ليبي وهو من بطولتي يعني إن شاء الله. إن شاء الله ورح ينعرض بليبيا بالدول العربية جولة بليبيا بليبيا والدول العربية. حلو حلو، نتمنى لك التوفيق بكل أعمالك يا رب. نحن جديد يعني دهمنا الوقت بالبرنامج، وكنا نفضل ما ينتهي الوقت ونحكي أكثر بعد، لأنه اللقاء مع حضرتك مثمر ومفيد على صعيد الإنسان بشكل عام. الله يخليك، الله يسلمك يا رب، الله يحفظك. الله يحفظك دكتور صبري أبو شعاع، لكن ضيف عزيز على برنامج لولا الماضي وعلى إذاعة النجوم اللبنانية أنجلوس كاليفورنيا، ونتمنى لك التوفيق بكافة أعمالك، ونتمنى تكون ضيف عنا مرتين الله رب. شرف كبير لي والله بدون مجاملة، وسعيد جدا لأنك أنت شخصية حبوبة وشخصية هيك يعني ممتعة يعني بصراحة يعني محاور راقي جدا ومتمكن ودارس لشغلة يعني مش أشياء اعتباطية، لا الحمد لله. وأنا ارتحت جدا وتكلمت بسلاسة وبسهولة، لأن من يحاور هو من يفتح المواضيع اللي تحتاج إلى نعم. واللي هي متحضر عندي جاهزة، لأنك أنت دارس الموضوع بشكل جيد، وأنا بصراحة ممنون. وإني نطل من خلال نجوم الليبية من خلال نجوم الليبية اي والله، ولبنان تعز عليه يعني بشكل مثل مصر مثل تونس مثل الدول العربية، احنا تربينا على المبدا هذا، على مبدا ان نحب دولنا العربيه يعني بشكل صح حقيقه، وتعلمنا منهم ولازلنا نتعلم منكم دائما يعني مش ونستفيد، واحنا نربط في العلاقات والوشائج العلاقات يعني نقوي فيهم. والان انا من اطلاله يدي يعني من خلال هذه الاطلاله ما اقدم في نفسي للناس العرب يعني حتى يروا هذا الموضوع من في ليبيا غيره، وهذا فضل لله سبحانه وتعالى وليك انت يا اخويا صقر وكل من دعم هذا الموضوع يعني، واخونا محمد اسماعيل بارك الله فيه متابع ليبي مهم جدا. نحن بهمنا نضوي على الفنون بشكل عام، نستقبل مخضرمين ببرنامجنا وبإذاعتنا، وحضرتك من المخضرمين، فشرف كبير لأن تكون موجود معنا بالحلقة أو بالإذاعة. الله يخليك ويسلمك يا رب، يا رب يسلمك سلمك. وموجود على الصفحة، موجود في إذا حد تابع موجودة أعمال يعني، إحنا تكلمنا على 5% من الشغل كله. صح أنا لو بدي أذكرهم كلهم بدك وقت وصم الله كتار يعني إنجازات. بس حلو أنت خديت جانب المسرح أكثر يعني، التلفزيون ما تحدثناش فيه كثيرا عندي، بس موضوع المسرح كان شغلنا الشاغل، وهذا أبو الفنون وهذا هو اللي يستحق. صح لأنه كان أغلب أعمالك كلها مسرحية يعني، ما نحكي عن أعمالك ودراما ما في يعني، عندك كم عدد محدود يعني من الدراما، إن شاء الله يصير عندك أكثر، وكمان نعمل مقابلة تانية ونحكي عنهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا كثير دكتور صبري لوجودك معنا بالبرنامج، وبنقول لك من لبنان تصبح على خير، من لوس انجلوس نهار سعيد. نهاركم سعيد في اهلنا في امريكا ولوس انجلوس، ومساءكم ورد وفل وياسمين يا رب، يا اهلنا في لبنان وفي ليبيا الحبيبه وفي مدينه مسرات، على كل الاحبه اللي تابعونا، وان شاء الله نكونوا قدمنا وجبه فنية وثقافية أكيد مهمة لل. أكيد معلومات مهمة بمجال المسرح كتير حلوة، مشكور كتير على وجودك معنا، وشكر لمن قام فنيا بهذا يعني. نعم. الاسم عمر حيدر وجيسي. عمر حيدر وجيسي طبعا. نعم طبعا، تحية ليهم، تحية ليهم جدا وكل المتابعين. نعم.
شكرا كثير دكتور صبري. العفو العفو. شكرا شكرا. تحياتي. تحياتي. وهيك أعزائي المتابعين تخلص حلقتنا لليوم بحلقة 56 من برنامج لولا الماضي عبر أثيراديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لوس أنجلوس. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة الحلوة مع المخرج الليبي الكبير والمخضرم الدكتور صبري أبو شعالة. لقانا بجدد مع حضرتكم متابعينا الكرام اللي بتشكركم كتير على متابعتكم وتفاعلكم معنا سواء عبر راديو ستار مباشرة أو سواء عبر التواصل الاجتماعي. شكرا كتير لكم وشرفكم عم تحسن ظنكم. نوعدكم بحلقة جاية كمان أحلى وأحلى بكتير. وأنا تحية لكم مني أنا صقر البعيني على الإعداد والتقديم ومن عمر حيدر على الإخراج وهندسة الصوت.